أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج همزة وصلة. معكم نفتح كافة الملفات للحوار والنقاش من أجل التوصل لحلول لمشكلاتنا العربية والإقليمية، خاصة بعد ما شهدته المنطقة العربية من حراك سياسي في بداية الأمر، وما أن لبث حتى تحول هذا الحراك إلى فناء وخراب لبعض دولنا العربية بإعادة من القوى الكبرى، لكن بأدوات عربية بامتياز من خلال توفير الملاذات الآمنة والتمويل المادي والدعم اللوجستي. فكان اللاعب والمحرك الرئيسي في بلادنا هو الإعلام بكافة صوره وأشكاله، فبدلا من أن يقود مجتمعاتنا للتقدم والرقي أصبح يستخدم في هدم الدول والأنظمة. لذا وجب على حكوماتنا وعلى أنظمتنا العربية التكاتف من أجل استعادة الثقة في إعلامنا الوطني والقيام بدوره المنشود. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنناقش سويا هذا الموضوع من خلال سؤال الحلقة، والذي يقول: كيف يمكن العمل على توحيد جهود الإعلام العربي ضد الإرهاب؟ مرة أخرى، كيف يمكن العمل على توحيد جهود الإعلام العربي ضد الإرهاب وكذلك ضد التطرف؟ مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سنناقش كافة الموضوعات، وسنناقش أيضا كافة التعليقات والمشاركات التي سترد على صفحة البرنامج من خلال مشاركتكم الفعالة من خلال صفحة الفيسبوك على همزة وصل إيجي، كما يمكنكم أيضا المتابعة والمناقشة عبر اتصالاتنا الهاتفية. وبالطبع سأسعد في هذه الحلقة بصحبتكم، وسأسعد أيضا باتصالاتكم التي ستكون لها وسيكون لها طيب الأثر الإيجابي. الآن مشاهدينا الكرام نخرج لتقرير يرصد لبداية هذه الأزمات، ثم نعود لنبدأ هذا النقاش في هذه الحلقة. في ختام أعمال دورته العادية 48، أكد مجلس وزراء الإعلام العرب في قرار له حول دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، أكد مجددا على شكب الإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار وضرورة مواصلة الجهود لدحره واجتثاثه وتكثيف منابع تمويله. واعتمد المجلس تقرير وتوصيات الاجتماع 17 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لآفة الإرهاب وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ توصياته. المجلس طلب مجددا من الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب. وأحال المجلس الإعلان العربي تحت عنوان دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب إلى مؤسسات وأجهزة الإعلام العربية للاسترشاد بها في تطبيق النقاط الخمس الواردة في مجال الإعلام. ومن بين تلك النقاط تنسيق السياسات الإعلامية التنموية بين وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وعدم الوقوف موقف الحياد عند التغطية الإعلامية للأحداث الإرهابية والتعامل معها على أنها عدوان على الدولة والمجتمع. كانت الدورة 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة تونس قد شهدت فوز مصر والإمارات بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس بعد حصولهما على 17 و15 صوتا على التوالي، وذلك لمدة عامين، في حين أخفقت قطر في الفوز بعضوية المكتب بعد أن حصلت على 5 أصوات فقط. أهلا بكم من جديد. لن تنعم شعوبنا وأوطاننا العربية إلا بالتكاتف العربي والعمل العربي المشترك ضد كافة الأفكار الهدامة، وكذلك ضد ما يروج في مجتمعاتنا من عادات وتقاليد خارج السياق وخارج أيضا عن أعرافنا وعن تقاليدنا العربية. نذهب الآن لجولة في مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من تعليقاتكم ومشاركتكم حتى نثري هذا الحوار مع زميلي محمد عبد الحكم. محمد، تحياتي إليك أولا، وأرجو أن تشاركنا ببعض التعليقات التي وردت على صفحة البرنامج. شكرا مصطفى، بالفعل هناك الكثير من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم الذي يقول: كيف يمكن العمل على توحيد جهود الإعلام ضد الإرهاب بعد فوز مصر والإمارات بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء
الإعلام العرب. البداية مع أيمن النصري الذي يقول: بعد دمار بعض الدول وتشريد الشعوب وهدم الحضارات والفتنة الطائفية، يجب توحيد جبهة إعلامية وجهود الإعلام العربي لمواجهة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، وكشف كل التنظيمات الإرهابية والدول الممولة للإرهاب، وخاصة الإعلام الداعم للجماعات الإرهابية بدعم معلوماتي، وجعل أرضية بدون مبرر بالتحريض على العنف ضد الدولة والمجتمع وبث الفتنة بين الشعوب العربية. ولكن قطر ما هي إلا أداة لبعض الدول لجعل قلاقل وفتنة لشق النسيج الوطني والقومية العربية والفتنة الطائفية والعبث والدمار والخيانة والتخابر والتجسس بكل الوسائل بدعم مادي ولوجستي واستخباراتي إعلامي تحت إدارة وإخراج والسيناريو الصهيونية العالمية بالتحالف والتأمر مع بعض الدول. محمود الضو كتب رأيا مطولا يقول فيه: يمكن العمل على توحيد جهود الإعلام ضد الإرهاب بعد فوز مصر والإمارات بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي. نعم، يجب توحيد الصف العربي للإعلام ضد الإرهاب للحفاظ على الهوية القومية العربية من عادات وتقاليد وكرم وتواضع ومحبة وتعايش وسلام الشعب المصري، وأن نرى التفرقة من الإرهاب هي صناعة أهل الشر لتقسيم الأوطان وسرقة الخيرات ومقدرات الشعب المصري وعدم إقامة دولة فلسطين. علينا توحيد الرأي العربي ونتقبل بعضنا باحترام المذاهب والطوائف والسلوك الأخلاقي لنكمل المجتمع من منافسة فصائل كل الأديان والعقائد والمذاهب، وقدوة لتعمير كل مجتمع، وعدم الحقد الطبقي والحقد السياسي والاحتقان بين الشعوب بغسيل المخ والفتنة بين الدول العربية. مشارك آخر هو حامد الطواب كتب رأيه يقول: أعطني إعلاما جيدا وأنا أسيطر على أي دولة. فعندما حدثت ثورات الربيع العبري لم يكن هناك إعلاما، فتركوا الشعب لقمة سائغة للإرهاب. إذن فلا بد من مقاومة التطرف بالفكر المستنير وتوحيد الكلمة. وبالنسبة لمصر لا تخافوا عليها، لأنها محفوظة من عند الله، ولا يعرف الشعب المصري ما سمي بالفتنة الطائفية، والتاريخ المصري خير شاهد على ذلك. إن من يريد التعليم في كافة في كيفية الترابط والوحدة الوطنية فعليه بالتوجه إلى مصر. إبراهيم شريف هو مشارك آخر كتب رأيه يقول: إذا كانت الكلمة مسؤولية فإما تقرب أو تقتل، فالإعلام هو المحرك الرئيسي للشعوب، فإما بالسلب كالتحريض على الإرهاب، وهو ما تفعله بعض الدول الصغيرة بقنواتها، وهي ما تظن أنها ستصبح كبيرة، سواء بالإيجاب كتعريف الشعب بالحقائق والمضمار التي قد يتعرض لها فيكون يقظا ويعرف عدوه من صديق، ويجب أن يكون مستعدا لمواجهة أي إرهاب، سواء كان إرهاب كلمة أم إرهاب بندقية. أخيرا أبو أدهم الشرقاوي كتب رأي يقول: الإعلام إما نعمة على المجتمع في تقدمه ووحدته وازدهاره، وإما دمار شامل لأمتي وثقافتي واندثار حضرته. وطبعا لا ننسى المخطط الإجرامي لأعداء الأمة الإسلامية والعربية في المنطقة. إذن مصطفى ومشاهدين الكرام، كانت هذه آراء عينة عشوائية من التي وصلت إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي حول سؤال حلقة اليوم. أنتقل إليك الآن لكي تبدأ اتصالاتك الهاتفية. شكرا جزيلا مرة أخرى محمد، وعودة إليكم مشاهدين الكرام. هذه تعليقات ومشاركات من حضراتكم، وفي انتظار المزيد من هذه التعليقات ومن هذه المشاركات حتى نثري هذا الحوار. من المعلوم ومن المعروف أن تكاتف الجهود العربية سيؤتي بثماره في مكافحة هذه الظاهرة التي أصبح العالم كله يعيش في خضم هذه الظاهرة. أبدأ وأرحب بضيوفي الكرام على شاشة نيل الأخبار: الأستاذ محمد يوسف نقيب الصحفيين بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، والأستاذ محمد الشماع مدير تحرير الأخبار. أهلا بكم أولا ضيوفنا الكرام على شاشة نيل الأخبار، وأبدأ معك ضيفي الكريم الأستاذ محمد يوسف نقيب الصحفيين. تحياتي إليك أولا أستاذ محمد. يا مرحب بك. يعني نتحدث اليوم عن كيفية مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وعن كيف يمكن أن تتكاتف الجهود العربية في مواجهة هذه الظاهرة. كيف برأيك سيد محمد أن تتكاتف الدول العربية من أجل مكافحة هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رأيي أن وزارات الإعلام أو الهيئات المسؤولة عن الإعلام في الدول العربية، وخاصة دولنا دول متحالفة مع بعض والتي تواجه التطرف وتواجه الإرهاب، عليها أن تشكل مجلس
استشاري من خبراء الإعلام في الوطن العربي أو في هذه الدول لوضع استراتيجية. نحن نعمل بجهود ذاتية حاليا، لا ليست هناك أي استراتيجية واضحة ومحددة ومعمول بها. نحن نواجه مثلا، دعني أخذ مثالا الجزيرة. الجزيرة لا زالت غناتها في فنادقنا تستقبل الضيوف الذين يزوروننا في دولنا. نعم. أتكلم عن الإمارات وأتكلم عن مصر وأتكلم عن السعودية. كيف يكون هذا؟ نحن نقول بأنها قناة إرهابية، قناة تحريضية، قناة معادية، ونحن نستقبل بها سواحنا. إذن نحن بحاجة لوضع استراتيجية وليس عقد اجتماعات ومناقشة القضايا على عمومها. عفوا للمقاطعة سيد محمد، من المنوط بوضع هذه الاستراتيجية؟ أليست الجامعة العربية أم بعض المجالس الأخرى؟ أنا سيدي الجامعة العربية والمنظمات الأخرى، سواء مجلس التعاون، الجامعة العربية هؤلاء تعرف بما لديهم من مشاكل وبما لديهم من أزمات لا يستطيعوا أن يقوموا بذلك. نحن عندما نتحدث عن أننا نحن متكاتفون كأربع دول حاليا، ومعنا الأردن، ومعنا حتى الحكومة الفعلية في ليبيا، ومعنا موريتانيا، ومعنا عدة دول، يجب علينا أن نبدأ، لا ننتظر الجامعة العربية ولا ننتظر. وأنا رأيي أن مصر هي التي تستطيع أن تبدأ لدورها ولثقلها ولوزنها ولأهمية إعلامها الذي يقود إعلامنا العربي. لابد أن يكون الجهد من دولنا، وخاصة الدول الأربع يجب أن تضع الأساس. ومن ثم نضم الدول الأخرى. إذن يعني أنتم ترون أن الجهود يجب أن تكون خارج الإطار الرسمي. دعني أذهب إلى ضيفي ثم أعود إليك مرة أخرى، أرجو أن تبقى معي الأستاذ محمد يوسف، وأذهب إلى الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية. سيادة العميد محمد، بعد التحية، يتحدث الأستاذ محمد يوسف عميد أو نقيب الصحفيين في الإمارات العربية عن أن الجهود العربية لمكافحة هذه الظاهرة يجب أن تكون خارج الإطار الرسمي الممثل في الجامعة العربية أو في بعض المنظمات. أسألك عن ميثاق شرف إعلامي عربي يكون في إطاره الدول العربية كافة وليس دول بعينها، ولكن حتى يتم يعني إنجاح وخلق هذا الكيان، كيف لنا أن نفعل هذا الميثاق ومحاربة الفكر المتطرف والذي تقوده بعض الدول العربية؟ أشكرك على التقدمة، وتحياتي للأستاذ محمد الصحفي. شكرا جزيلا لحضرتك. الصحفيين والكاتب الصحفي العربي الكبير من الإمارات. نعم. كذلك التحية للزميل الأستاذ السماع. يعني ما طرحه الأستاذ النقيب كلام بارز الأهمية، وهو يعكس الحقيقة قدر من اليأس من الجهود التي قام بها مجلس وزراء الإعلام العربي في السنوات الماضية. وهو محق في ما طرحه، لأن الجامعة العربية الحقيقة دورها تراجع كثيرا. ولكن بمطالعة الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الإعلام العربي في القاهرة منذ أيام، صدرت الحقيقة مجموعة من التوصيات المهمة أتمنى تفعيلها، لأننا كثيرا ما صدر عن الجامعة ولجانها المختلفة قرارات وتوصيات بالغة الأهمية. يعني ربما هذا ما تحدث عنه دكتور محمد. هو هذا الآن، لكن أنا رؤيتي أنه لابد من يعني السعي من خلال جامعة الدول العربية لتفعيل دورها فيها، ومن جهة ثانية كما أشار دكتور محمد يوسف أيضا أن تقوم الجهات غير الرسمية مثل البرلمان العربي ومثل نقابة الاتحاد النقابات الصحافة العربية ويعني اتحاد الإذاعات العربية، يعني التنظيمات الغير رسمية الشعبية غير الرسمية. نعم. أن تقوم بمهمتها. والحقيقة إن احنا تأخرنا كثيرا كمنظمات غير رسمية أو كجامعة عربية في يعني رصد الإعلام الإرهابي ورصد آثاره والتصدي له.
من القرارات المهمة التي صدرت مثلا في مجلس وزراء الإعلام العربي إنشاء مرصد الإعلامي سيكون مقره العراق برصد الأداء الإعلامي الذي يدعم بشكل أو بآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة العمل الإرهابي. ده خطوة متقدمة لكن نأمل أن ترى النور قريبا وسريعا. نتمنى ذلك. القصد من هذا كله أن تتضافر الجهود الرسمية على مستوى الحكومات ووزراء الإعلام العربي من جهة وأيضا الجهود والجهات غير الرسمية. تمام، أرجو أن تبقى معي دكتور محمد شومان، وأذهب إلى ضيفي الكريم الأستاذ محمد الشماع مدير تحرير جريدة الأخبار. أهلا بك أولا أستاذ محمد، ويعني موضوع الساعة هو كيف نواجه الإرهاب والتطرف عبر آليات المؤسسات الوطنية أو عبر الآليات المجتمعية ممثلة في بعض المنظمات غير الحكومية، كيف لنا أن نواجه الإرهاب أستاذ محمد؟ والآن على السطح أصبحت هناك ظاهرة تهدد الدول العربية والأنظمة بل وتهدد العالم أجمع، وبالطبع مشكلة قطر ما واجهناه في الأيام القليلة الماضية وما طرحته وما وفرته من ملاذات آمنة، كيف لنا في العالم العربي أن نواجه هذه الظاهرة؟ أعتقد أنه تحديد مفهوم واضح ومحدد للإرهاب اللي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، وأنه ده حدد المفهوم الواضح والشامل للإرهاب اللي من خلاله نستطيع أن احنا نواجه عملية الإرهاب من خلال المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المنظمات الدولية ومن منظمات أيضا اللي بتعني بمكافحة الإرهاب ونشر الإعلام الواضح والصريح، لأنه أعتقد دور هذه المنظمات اللي هو مؤسسات الفكر والإعلام والصحافة في العالم العربي عليها دور كبير جدا في أنها تلتزم بهذا المفهوم الواضح والمحدد لمفهوم الإعلام، وأيضا أن منظمات المجتمع المدني الممثلة في نقابات الصحفيين في الدول العربية وأيضا المنظمات الإعلامية في الدول العربية كذلك كليات الإعلام ومنظمات اللي بتدرس الإعلام والصحافة في الوطن العربي عليها أن تعد جيلا جديدا من الصحفيين والإعلاميين الذين يؤمنوا بمهنية الإعلام وتفضيل المهنية، ودعنا نقول ليس هناك حيادية على الإطلاق في الإعلام تحديدا، لكن لدينا المهنية التي يجب أن تحكم عملنا الإعلامي. فوق ذلك علينا أيضا أنه مواثيق الشرف الإعلامية والأخلاقيات الإعلام يجب أن يتم غرسها في النشء الجديد من خريجي معاهد الإعلام والصحافة في الوطن العربي، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني من خلال النقابات الصحفية نقابات الصحفيين والإعلاميين، لأنه مجال الإعلام ليس مجالا حكوميا بحتا، وكلنا نعلم وتابعنا ما يعني المناشدات التي أرسلتها والتوصيات والقرارات التي أصدرتها جامعة الدول العربية وبتنتهي بانتهاء اجتماعات وزراء الإعلام العرب، لكن الدور أعتقد دور المجتمع المدني ودور مؤسسات الإعلام والصحافة والنقابات عليها دور كبير جدا جدا في تنوير الرأي العام. إذن هي أدوار متفرقة ما بين المؤسسات والمنظمات. أستاذ محمد أرجو أن تبقى معي وأعود إليك مرة أخرى، لكن نذهب مرة أخرى إلى ضيف الأستاذ محمد يوسف نقيب الصحفيين بدولة الإمارات العربية الشقيقة. أستاذ محمد، يعني كنت تحدثت عن الخروج من الإطار الرسمي والإطار الحكومي للإطار المؤسسات المجتمع والمنظمات المدنية، يعني ربما تكون هناك آليات مختلفة ومنظمة تقودنا العمل الحقيقي، كيف لنا في دولنا العربية وفي أنظمتنا العربية أن نخرج من هذا الإطار الرسمي إلى الإطار المؤسسي وإلى منظمات المجتمع بشكل كامل؟ أنا أرى أنه على الجهات الرسمية أولا أن تشرك منظمات المجتمع المدني، أن تشركها في اتخاذ القرار أو في مناقشة القرار أو في وضع التصورات للمستقبل. في الاجتماعات التي عقدت قبل أيام لوزراء الإعلام لم تكن منظمات المجتمع المدني حاضرة. كان يفترض بكل مسؤول عن الإعلام في الدول العربية أن يرافقه في الوفد شخص أو شخصين من منظمات المجتمع المدني حتى يكونوا على بينة.
الجامعة العربية نحن لا نرفي دورات كاملة، ولكن أنا شخصيا حضرت مع خبراء الإعلام العرب عدة مرات. في 2007 اختلفنا، يعني أنا مع الدكتور محمد شومان لما قال بأن أو رد على سؤالك بوضع ميثاق شرف. نعم. تناقشنا في 2007 قبل 10 سنوات حول ميثاق شرف كان معد في جامعة الدول العربية قبل هذا 10 سنوات. وكان قبل هذا 10 سنوات أخرى يناقش ميثاق الشرف، يعني اليوم مر عليه 20 سنة. في 2007 اختلفنا، أنا شخصيا طالبت بأن يكون ميثاق شرف لأنني فوجئت بأنهم يطرحون ميثاق العمل الإعلامي العربي. ولو يعني عدنا بالذاكرة قليلا نتذكر الجزيرة وما فعلته عندما صدر ميثاق العمل الإعلامي العربي، أدارت حملة شعواء في 2008-2009 ضد هذا الميثاق، وهو ميثاق العمل الذي يحدد فترات بالبث لبعض البرامج عدم التحريض وليس ميثاق شرف. طب حتى نحن نريد تفضل. نعم تفضل سيدي. نحن نريد ميثاق شرف. ميثاق الشرف موجود في كل نقاباتنا العربية، نقابات الصحفيين. نعم. هذه المواثيق يجب أن تتحول إلى ميثاق عربي واحد. نعم. وهو ميثاق لا يقيد الصحافة والإعلام، بل كما قال الزميل الأخ محمد الشماع يؤسس للمهنية ويبعد الأكاذيب ويبعد الفبركات عن إعلامنا الذي نراه اليوم. نحن نعم نعترف بأن الإعلام ليس كله محايدا أو لا يمكن في القضايا الوطنية ليس هناك حياد. طب حتى يتحقق هذا الأمر سيد محمد، وحتى يكون هناك ميثاق شرف حقيقي يطبق على الجميع، كيف لنا أن نوعي شعوبنا العربية وأن نأخذ بأيديهم بعيدا عن براثن الأفكار المتطرفة التي تبث من خلال الشاشات الموالية للمجتمعات والمنظمات الإرهابية وبعض الدول الداعمة للإرهاب؟ نعود إلى ما طرحناه في البداية، وهو أن يكون تكون لدينا رؤية واضحة. نعم. واضح ماذا نريد؟ الإرهاب هو إرهاب. كل من يقتل، كل من يحرض، كل من يحاول هدم الدول هذا إرهابي. نحن اليوم أمام تصنيفات للإرهاب. دولة عربية تعتبر جهات إرهابية، ودولة عربية أخرى تعتبر تلك الجهات تسميها أسماء أخرى، مرة مقاومة ومرة تعتبرها قوى وطنية. إذن نحن يجب أن نوحد الإرهاب. الخطاب الإعلامي الإرهابي أقوى من إرهاب المنظمات المسلحة، ونحن نعيش هذا الإرهاب الإعلامي يوميا في عشرات القنوات الفضائية بالطبع المنتشرة على الأقمار الصناعية. أرجو أن تبقى معي مرة أخرى أستاذ محمد، وأذهب إلى ضيف الأستاذ محمد الشماع. أستاذ محمد، يعني المشاهد له دور كبير وله أهمية، وهو في الصورة، وهو أيضا يعني من نعمل من أجل توعيته والأخذ بيده حتى يكون في بر الأمان. لكن هناك قنوات داعية للإرهاب وممثلة في قناة الجزيرة وبعض القنوات الفضائية الأخرى التي تبث من تركيا، كيف لنا في الدول العربية المجتمع الآن على مواجهة هذا الفكر المتطرف وعلى تلك الأفكار؟ أعتقد أنه قناة الجزيرة بتمعن استخدام أساليب خداع خطيرة جدا للتمويه وتغييب عقل المشاهد العربي. نعم. وتلقينه وتقديم عدد من المفاهيم. تمام. المغلوطة اللي تساعد دولة قطر في تنفيذ عملياتها الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الجوار والدول العربية تحديدا، وتغليب وعمليات الإخفاء، وهم كجرا يعملون ضد الرأي وضد أي رأي آخر مخالف رأي قناة الجزيرة، لكن بيستخدموا للأسف الشديد أساليب عالية
في الإخفاء والتمويه وإيصال المفاهيم المغلوطة وعملية تغييب الوعي وتزكيك الوعي العربي باستخدام مصطلحات واستخدام مشاهد مغلوطة من خلال التقارير الفضائية والإعلامية التي يقومون ببثها عبر قناتهم المسمومة. نعم. واستخدام أساليب الخداع والتمويه في تصوير المشاهد وتغليب الرأي على طريقة يعني لا تقربوا الصلاة لا يقبلون المشهد ولا يقبلون الرأي. نعم. فهناك استخدام عمليات الإجرامية وضحايا هذه العمليات في الدول العربية بأنهم ضحايا دولهم. تمام. فهناك مسألة خطيرة جدا جدا، المزايدة بأرواح الشهداء والمزايدة على المهجرين. هناك على نقطة مهمة جدا على كل حال. نعم. على كل حال أستاذ محمد، يعني وصلت يعني الفكرة التي طرحتها وحضرتك طبعا وضيفي الكريم الأستاذ محمد يوسف حول تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية المعمول بها، خاصة أننا أصبحنا نواجه ظاهرة حقيقية. كل الشكر والتقدير لضيوفي الكرام الأستاذ محمد يوسف نقيب الصحفيين بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والشكر أيضا موصول للدكتور محمد شومان عميد كلية العام بالجامعة البريطانية، والشكر أيضا كذلك لضيفي الكريم الأستاذ محمد الشماع مدير تحرير جريدة الأخبار. مشاهدينا الكرام، يعني أكد ضيوفنا الكرام على مجابهة الصورة يجب أن تكون موحدة، ويجب أن تكون تشمل الإطار الرسمي والإطار غير الرسمي عبر منظمات المجتمع المدني وعبر الشعوب كذلك. الآن نخرج لتقرير في الشارع المصري يرصد آراء الشارع المصري، استطلعنا آرائهم حتى يكونوا معنا في قلب الحدث. المفروض الإعلام يطلع الخبر يبقى صح ويعرفنا ازاي منبع الإرهاب ده منين، يعني هل من هنا من مصر او من بره مصر او من اي حته بالظبط، بحيث برضو يبقى الإعلام كله واحد، ما يبقاش فيه مثلا قناه بتجيب لك حاجه والقناه الثانيه بتجيب لك حاجه ثانيه عكسها، فكده احنا بيبقى فيه تشدد بين الناس. ممكن حضرتك القنوات الخاصه مع القنوات الحكوميه زي التلفزيون المصري وكده يعمل يعني رساله كامله للمصريين كلهم، بحيث يبين من الدول اللي هي ضد مصر ومن الدول اللي هي مع مصر وكده. والله يتوحد الإعلام يكون في حرفية في الشغل، يعني المفروض يكون في اتفاق أو حرفية بحيث أنه هو يعرض الحقيقة. الإعلام يا أخوي أنه يثقف واخد البالك الشباب اللي طالع والجيل اللي طالع اليومين دول وكبار السن بتوعية دينية ودين لله، وما فيش فرق بين أخ مسلم وأخ مسيحي. مرة أخرى مشاهدينا الكرام أهلا بكم، كان هذا رأي الشارع المصري ورأي المواطن في الشارع حول أداء الإعلام وما هي الطريقة التي يمكن أن يعمل بها الإعلام بصورة إيجابية وموضوعية تصل في نهاية الأمر إلى قيادة الأمة وقيادة الأوطان وقيادة الشعوب نحو التنوير والتقدم والرقي. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، بعد أن استطلعنا رأي الشارع نذهب إلى رأي المواقع الخاصة بالسوشيال ميديا على موقع فيسبوك على صفحة البرنامج همزة توصل مع زميلي محمد عبد الحكم ومجموعة جديدة من المشاركات والتعليقات. إليك محمد. شكرا مصطفى، بالفعل هناك الكثير من التعليقات حول سؤال حلقة اليوم. البداية مع محمود الضوي الذي يقول يمكن العمل على توحيد جهود الإعلام ضد الإرهاب بعد فوز مصر والإمارات بعضوية المكتب التنفيذي. نعم، يجب توحيد الصف العربي للإعلام ضد الإرهاب للحفاظ على الهوية القومية العربية من عادات وتقاليد كرم وتواضع ومحبة وتعايش الشعب المصري. أبو علي النصر يقول يمكن العمل على توحيد جهود الإعلام ضد الإرهاب توحيد كافة وسائل الإعلام العربية وتوحيد الكلمة والصف، خصوصا بعدما رأينا من تخريب وحرق وتدمير دول بأكملها من قبل جماعات متطرفة لا تعرف سوى القتل وتدمير وتدربها وتخطط لها أجهزة مخابرات دولية وللأسف التمويل من دول إسلامية ودول عربية. فارس السعدني كتب رأيه يقول يمكن أن يتم العمل مع الأشقاء العرب على توحيد الجهود الإعلامية العربية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على تطوير آليات العمل الإعلامي العربي لمخاطبة
الآخرين وتوضيح الصورة الصحيحة لأمتنا العربية. وشكرا لكم برنامج همزة وصلة. خالد السيد يقول: تبني خطاب إعلامي ضروري، تنوير العرض الإسلامي الوسطي وأسس الدين السمحة ونشر ثقافة الوعي الديني المستنير وتكثيف برامج التصحيح الفكري باستخدام مختلف وسائل الإيصال الجماهيري وإنشاء قاعدة معلوماتية إعلامية حول ظاهرة الإرهاب والعمل على تحليل تلك المعلومات بما يضمن كشف الإرهابيين إعلاميا وثقافيا ووضع آليات للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والإعلامية بحيث يحدث تقارب وتكامل في الخطاب الإعلامي المصري في مواجهة الإرهاب. مشارك آخر أخير هو شريف محمود الذي يقول شريف محمد الذي يقول: الإعلام رسالة والكلمة مسؤولية، فلا بد أن توجه جهود الإعلام نحو مواجهة الفكر المتطرف والتوعية بالمخططات الخبيثة والتي شاركت فيها بعض الدول الإقليمية بدور هو في الأصل وظيفي، لأن المخطط أكبر من التعنت الحاصل، وهناك ارتباط واضح بين العمليات الإرهابية ومرحلة المحاكمات والتحقيق مع العناصر الإرهابية. فالحرب ضد الإرهاب هي مرحلة مفتوحة تحتاج أن تكون بيد الجندي على الزناد واليقظة التامة والانتشار المناسب وتطوير وتنويع أساليب وطرق المواجهة من المختص وإيجابية من المجتمع. إذن مشاهدينا، كما استمعنا هذه آراء العينة العشوائية من السادة المشاهدين الذين أرسلوا بتعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع حلقتي اليوم، الآن أنتقل إليك مصطفى لكي تستكمل اتصالاتك الهاتفية. شكرا مرة أخرى محمد، والشكر أيضا لكم مشاهدين الكرام ومتابعين على مشاركتكم الإيجابية والفعالة، وبالطبع سيكون لها طيب الأثر في إثراء هذا الحوار. الآن مشاهدين الكرام أبدأ اتصالاتي الهاتفية وأرحب بضيوفي الكرام حول هذا الدور مرة أخرى. أرحب بضيوفي الأستاذ صالح الصلحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأستاذ محمد الساعد الصحفي بجريدة عقاد السعودية، والدكتورة أسماء الجيوشي أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة. أبدأ معك ضيفي الكريم الأستاذ صالح الصلحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بعد التحية أستاذ صالح، كيف لنا أو كيف للشعوب العربية أن تستعيد الثقة مرة أخرى في الإعلام الوطني حتى يقوم بدوره المنشود؟ اولا انا ارحب بحضرتك والضيوف والمشاهدين. اهلا بحضرتك. في البدايه احب اقول ان احنا لازم يكون لدينا جميعا ادراك حقيقي بان الارهاب هو عدوان وتهديد للمنطقه باكملها، وعلينا ان نقف امام مسؤولياتنا تجاه هذه المخاطر التي يصدرها الارهاب لنا. نعم. في البداية أحب أوضح أن الإذاعات أو الإعلام بصفة خاصة والمحطات الفضائية والصحف عليها دور فعال في محاربة الإرهاب وفتح من وراءه. يجب أن على الإعلام يجب أن يقف موقف من الإرهاب باعتباره عدو حقيقي، وأن ما تقوم به الدول وخاصة مصر هي حرب حقيقية ضد عدوان خارجي يمثل في الإرهاب. هذا العدوان تقف وراءه أو خلفه بعض الدول والمنظمات والجماعات التي تسانده بشكل أو بآخر. علينا في البداية أن نفضح هذه الدول ونفضح هذه المؤسسات والمنظمات، ثم أن نوحد الجهود العربية للوقوف أمام هذه المخاطر الإرهابية. في البداية أوضح أن ما تم في الاجتماع وزراء الإعلام العرب الأخير وما تم الوصول إليه من توصيات فهي مجموعة من التوصيات التي يعني ننتظر أن تفعل هذه التوصيات، لأن الخروج من هذا المئزق لن يكون إلا بتوحيد كافة الجهود العربية لمكافحة هذه الظاهرة. يجب أن تفعل هذه التوصيات وتتحول إلى حيز الواقع. لأننا أمام فعلا خطر حقيقي، علينا أن نبدأ في إنشاء أو إذاعات أو محطات فضائية عربية مشتركة. وعلينا مثال في الماضي كان لدينا صوت العرب التي بدأت مصر وكانت مبادرة بها في الماضي ليس بالبعيد يعني. وكانت بمثابة هي البداية لقيام مصر بمساعدة الدول العربية وبعض الدول الأفريقية في التحرر من الاستعمار. هذه كانت بداية مصر. الأدوات الأدوات تغيرت والمفاهيم تغيرت، لكن أرجو أن تبقى معي الأستاذ صالح الصلحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأذهب إلى ضيفي الكريم الأستاذ محمد الساعد الصحفي بجريدة عقاد السعودية. أستاذ محمد، يعني تحياتي إليك أولا. أهلا وسهلا يا أستاذ. يعني نناقش في هذه الحلقة كيف لنا في دولنا العربية أن نواجه هذه الظاهرة بأساليب حديثة وعصرية، كيف لنا
أن نقف في وجه هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق مجتمعاتنا وشعوبنا العربية؟ أولا يجب معرفة كيف تقوم دول الراعي للتقابل والتنظيمات الإرهابية بأداء عملها إصطاب وترويج خطابها في الشارع العربي. لا شك أنها استخدمت بكفاءة عالية وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منقطع النظير. للأسف أن يعني هذه الوسائل تم استخدامها بطريقة محترفة وبطريقة حقيقة تم استثمار فيها أموال طائلة وأثمرت عن نتائج مبهرة. يعني بغض النظر عن رأينا فيها إلا أن هذه النتائج حققت ما تريد هذه الدول على الأرض. قامت بإفتاء ثورات في تونس، في ليبيا، في مصر، في اليمن، في سوريا. طبعا هذه الثورات أو هذه الاحتجاجات التي قادت ما يسمى بالخليج العربي هي ما أدت إلى هج هذه الدول العربية وتقسيمها وتحويلها إلى دول فاسدة. طبعا تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كثير، تم تبني عشرات الآلاف الحسابات المختلفة والمتنوعة بحيث تكون أو تكون هي جسر هذه الأنظمة وهذه التنظيمات بعقل ووجدان المواطن العربي. أنا أدعو الحقيقة إخوتي المصريين الذين يعني هم رواد في الإعلام العربي لديهم الحقيقة مشاريع كبيرة كانت مزدهرة في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى اليوم. أتمنى عليهم أن يستثمروا في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي. الفيسبوك ليس هو العالم اليوم، تويتر اليوم، السناب شات، كثير من الوسائل المختلفة هي التي يعني تصل إلى الشارع العربي. أعتقد أن على الإعلاميين خصوصا الإعلاميين المسلمين والمقصود لهم بالكفاءة أن يفتحوا عشرات الحسابات بل مئات الحسابات في موقع تويتر يعبروا عن أنفسهم ويعبروا عن مصر ليستطيعوا أن يدافعوا عنها. اليوم الحقيقة هذه الساحة ظاهرة لا يوجد فيها بضعة إعلاميين مصريين. أتمنى أن يستثمروا فيها وأن يوصلوا صوتهم. نتمنى كذلك أيضا. وصلت الصورة الأستاذ محمد السعد الصحفي في جريدة عقاد السعودية، وأشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة تنين الأخبار. أذهب لضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة أسماء الجيوشي، أستاذة الإعلام بجامعة المنصورة. الدكتورة أسماء، يعني نتحدث في هذا الأمر. السلام عليكم على كل القناة الجميلة وعلى ضيوفها الكرام. مساء النور، شكرا جزيلا لتواجدك أولا معنا. دكتورة أسماء، لو تحدثنا عن كيف يمكن لنا أن تستعيد الدول والشعوب والحكومات العربية الثقة مرة أخرى في إعلامها الوطني حتى يجابه تلك المنظمات والإعلام، ربما إنجاز التعبير الإعلام المأجور والممول. يجب على كل جهاز حكومي وطني إعلامي في كل دولة أن يبتعد تماما عما يثير المشاهد. ألا يصبح الإعلام شريكا في تأصيل شهرة الإرهابي إذا ما أوغل في الكثافة والتغطية. هنا يصبح متواطئا ربما من حيث لا يقصد، ولكنه إذا بالغ في ملاحقة الخبر الإرهابي واستمر أن تكون بيانات التنظيم سبقا إعلاميا، هنا أصبح هناك فارق جوهري بين السبق للسبق والسبق من أجل الإثارة. أما الإثارة في هذه الحالة تصبح من أجل لفت الانتباه فقط لا غير، وهنا يصبح كل فرد يشاهد هذه الأجهزة الإعلامية جزءا من التنظيم من حيث لا يدري، حيث تصبح المنصات الإعلامية بدلا من تواجه الإرهاب هي تجند كل مواطن يشاهدها للإرهاب. يجب أيضا على كل جهاز إعلامي وطني أن يوحد الصورة الإعلامية أمام كل من يشاهده وكل من يستمع لي، لأنه لا يمكن الآن في ظل القرية الكونية الصغيرة أن يتم إظهار جزء من الصورة وإخفاء جزء آخر. لا يمكن أن ننظر إلى زاوية واحدة ودون أن نعرض جميع الزوايا، لأن الروافد الإعلامية المتاحة للمواطن تكون بكثرة في كل أرجاء الكون. أيضا لا يمكن أن يكون الإعلام حكرا على بعض وجهات النظر الخاصة ببعض الدول. يجب أن يعلم أنه لا يمكن أن تدافع دولة عربية عن أمنها الخاص ضد إرهاب دولة أخرى، لأننا جميعا في بوتقة واحدة. الإرهاب هو خطر يهدد جميع الدول العربية وليس دولة واحدة. وأيضا عندما تكون الدول العربية مصطفة في مواجهة الإرهاب، هنا تتنحى تماما فكرة أن المصلحة الوطنية الأولى للدولة، ويصبح هناك الأمن القومي العربي العام. ألا يصبح الإعلام هو مجرد بوق لبعض الدول على حساب دول أخرى، فلا يمكن أن تنتظم بعض الأمور الخاصة بالأمن لدولة معينة دون أن تكون لدولة أخرى. أخيرا أود أن أشير إلى أن
الإعلام العربي يقوم بدور قوي جدا في بناء أفكار ورؤى وبوروثات ثقافية معينة لدى المواطن. كنا في يعني عفوا المقاطعة دكتورة أسماء، لكن كنا في احتياج بالفعل إلى سماع مثل هذه الآراء ومثل هذه الاقتراحات والتي نتمنى أن تطبق، وإن ولو طبقت بالفعل لارتحنا وعاش العالم العربي بدون هذه المنغصات. أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام، الأستاذ صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والشكر موصول للأستاذ محمد الساعد الصحفي بجريدة عقاد السعودية، وكذلك للدكتور أسماء الجيوشي أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامج همزة وصل على شاشة نيل الأخبار. طرحنا هذه القضية للنقاش والحوار، وتواصلنا معكم مشاهدينا الكرام ومع الضيوف المتخصصين، والكل أجمع في نهاية الأمر حتى تكون وحتى يقوم العالم العربي مرة أخرى وينهض ويقوم بأدواره المنشودة، عليه أن يتكاتف وأن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي لمجابهة كافة التحديات والمخاطر التي تواجه دولنا العربية وشعوبنا العربية والإقليمية. انتهت هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لكن قبل أن أنهيها أذكر حضراتكم بحلقة الغد من نفس البرنامج، وهو ما دلالات فوز المدارس الحكومية بنصيب الأسد من أوائل الثانوية العامة هذا العام. ما دلالات فوز المدارس الحكومية بنصيب الأسد من أوائل الثانوية هذا العام؟ هذا هو سؤال حلقة الغد. وقبل أن أغادر أشكر لكم طيب المتابعة وأشكر زملائي في الاستوديو، إلى أن ألقاكم في أمان الله.